يا أهلا وسهلا بكم أصدقائي الرياضيين. اليوم جايكم بحلقة مختلفة، وأفكر أنه أستمر بهاي السلسلة من الحلقات ما دام أكو برامج رياضية عراقية وضيوف عراقيين ينطون آرائهم بشكل مباشر على الهواء. إذا تحب هيش نوع من الحلقات يا ريت تدعم القناة وتنطي لايك للفيديو على مود يوصل إلى الجمهور العراقي، لأنه شكل الاتحاد العراقي ورئيس السيد عدنان درجال داخلين معركة حاسمة مع خصومهم بالأيام القادمة، وأبد أبد لا تتوقعون بأن الخصوم سهلين. انشر هاي الحلقة إذا كنت تظن بأن رئيس الاتحاد العراقي الحالي يستحق الدعم. يلا خلونا نبدي بالحلقة. بما أنه بدينا الحلقة يا صديقي، الله يخليك، إذا ما عجبتك الحلقة خلي ببالك أنا يوتيوبر عراقي لا لي علاقة بالاتحاد لا من قريب ولا من بعيد، وإذا تابعتني من رحت للبصرة شفتني دخلت ويا الجماهير العراقية حالي من حال الجماهير العراقية، فأني شخصيا أشتغل شيء خاص إلي. اليوم إذا شفت الاتحاد العراقي اشتغل بشكل صحيح راح أمدحه، وإذا شفت الاتحاد العراقي اشتغل بشكل سيء بالتأكيد راح أتكلم عن السيئات اللي سواها. إذا ما عجبتك الحلقة عادي تقدر تكتب ردك ورأيك بصندوق التعليقات، وأهلا وسهلا بيك. بالعراق عندنا هواية برامج رياضية، وإذا بحثت على البرامج الرياضية يمكن تلقى 30-40 برنامج رياضي. خلونا نتفق أنه هواية من هاي البرامج ما منها أي فائدة، وهواية من هاي البرامج تطرح آراء قد تكون سلبية، وبعض البرامج تطرح آراء إيجابية وإن كانت هاي البرامج قليلة. فإذا تكلمنا عن البرامج العراقية لازم نذكر برنامج استوديو الجماهير، واللي يعتبر من البرامج المتابعة محليا من قبل الجمهور العراقي، سواء بالأشياء السلبية اللي يطرحها أو الأشياء الإيجابية اللي تنطرح من خلال هذا البرنامج وإن كانت قليلة. فكرة البرنامج هو النقاش الرياضي من خلال طرح المشاكل والحلول، لكن البارحة وكالعادة ضيوف الحلقة كانوا شوية متشنجين والجو بارد يمهم، وواحد من الضيوف أصلا من وراء البرودة ذكر خيمة صفوان. أنا لهذا السبب أسميه هذا اجتماع 4-4 خيمة صفوان. اتفاقية خيمة صفوان إذا أنت ما تعرفها هي اتفاقية تم توقيعها بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي برعاية روسية، تم من خلالها انسحاب ما تبقى من الجيش العراقي في الكويت دون التعرض له. أما أهم بنود هاي الاتفاقية قبول العراق بسيادة الكويت، إلغاء جميع قرارات العراق اتجاه الكويت، دفع تعويضات للكويت، إنهاء البرنامج البيولوجي والكيميائي للعراق، تبادل الأسرى بين البلدين. الأجواء كانت بالبرنامج كلش متشنجة، بحيث أحد الضيوف اتهم السيد عدنان درجال بالفشل الإداري، مو بس هيجي فتح دفاتر عتيقة حتى هيئة المساءلة والعدالة سدتها. تاريخه غير مشرف بالإدارة، تاريخه غير مشرف بأيام النظام السابق حينما كان يعمل مع المقبور عدي صدام حسين. نعم. تاريخه غير مشرف الآن الإداري بالاتحاد العراقي لكرة القدم. من خلال النقاش مع الضيوف اتطرقوا إلى موضوع عدد الفرق المشاركة بالدوري العراقي، وأن إبقاء 20 فريق كان سببه السيد عدنان درجال، والسبب كله على مود يكسب أصوات انتخابية في مرحلة الانتخابات اللي فاز بيها. فالضيف هنا كان رأيه أنه السيد عدنان درجال هو اللي بقى 20 نادي بالدوري العراقي على مود يكسب أصوات انتخابية. أنا من الناس كنت أدعو إلى أن يصل العدد إلى 16، وما زلت أصر إيمانا مني انه مستوى الدوري راح يرتفع، وايضا مستوى دوري الدرجه الاولى ايضا راح يرتفع. زين، هسه هو هسه يجي كابتن عدنان هو سوتشي، هو اللي ثبتها باجتماع 4-4-2021 هاي الفقره بالنظام الاساسي، هو وياد بنيان. ايش مكتوب 20 الموسم الاخ 4-2 يصير 18، الموسم اللي بعده ايضا 4-2 يعني يبقى 16. من كتبته النظام الاساسي مال الاتحاد هيك مكتوبه، هيك مكتوبه بيها مدايات للسنوات. ايه؟ انت ليش وخرتها؟ لانه كان عنده انتخابات. كان ما يريد أحد يضوج، كان يريدهم يقبلون. أنا لهذا السبب أسميه هذا اجتماع 4-4 خيمة صفوان. 4-4-2021 يعني أنتم ثبتين أن الدوري يصير 16؟ طبعا، يعني رؤية كانت موجودة ومكتوبة. مكتوبة، هو وخرها. ليش؟ هو وياد بنيان؟ أي هم وخروها، أتحداهم. هم وخروها، هسه يريد يرجعها ورا ما فاز بالانتخابات. ها اي طبعا
فعيب تظل شمرون واحد على الاخ. الضيف ذكر انه هو شخصيا مع ابقاء 16 فريق وان السيد عدنان درجال هو السبب بابقاء ال 20 فريق على مود يحصل اصوات انتخابيه مثل ما سمعتوا انتم. انا هنا قررت انه ارجع سنه الى الوراء واشوف شنو كان راي الضيف ببرنامج اخر حول نفس الموضوع اللي انطرح بهذه الحلقه. احنا خوفنا هو اخر ما تبقى ان هسه يعني أيسنا منتخب أولمبي يعني حقيقة كلش ضجنا يعني يعني شنو ذنبهم الجماهير يعني شنو ذنبهم الجماهير فهو بقى لهم الدوري هسه أنت تريد تدمر لهم الدوري عيفهم يابا خلي الناس تلعب لعبوا 24 فريق الموسم المقبل اللي يريد مصلحة البلد هذا هو الخيار مصلحة البلد اللي يريد مصلحة البلد هذا هو الخيار اي شيء غيره راح يصير اكو تعسف على البعض والتعسف حقيقه يعني ظلم يعني يظل واحد مهضوم اثنين ثلاثه اربعه انديه راح ينهضمون وذولا اذا انديه مدن معناها كل ابناء المدينه راح يتاذون هذا يعني هو الكابتن عدنان حقيقه هذا الموضوع يقف عنده واني اكبر به هاي الصفه أطالبه أنه يتوقف عنده بصراحة يعني أنت تطالب 24 فريق؟ أنا خلي أكون دقيق أطالب بعدم الهبوط زين لا من الممتازة ولا من الأولى ولا من الثانية زين مع التأهل يعني يتأهلون الناس يعني 22 بس قلنا لأن العدد الفردي يأثر على المجموعتين صح ساعد لهم بعد اثنين شو المشكلة؟ بس كون الباقيين يعني يتفاعلون يعني هو هذا ماكو غيره ماكو غيره انت لا تقول لي تريد ترجعنا لقبل كم سنه انتوا رجعتونا تحملوا مو صح لو غلط انا من الناس كنت ادعو الى ان يصل العدد الى 16 وما زلت اصر ايمانا مني انه مستوى الدوري راح يرتفع وايضا مستوى دوري الدرجه الاولى ايضا راح يرتفع 24 فريق الموسم المقبل وهاي نظل اللي يريد مصلحه البلد هذا هو الخيار أكيد أنت انصدمت مثل ما أنا انصدمت من عرفت أنه الضيف قبل سنة كان يطالب بإبقاء 20 نادي بل إضافة 4 فوقاهم لأنه مصلحة العراق تتطلب بأن الدوري يتكون من 24 فريق أما اليوم لأن المصلحة ضاربت ويا السيد عدنان درجال فصار عدنان درجال هو السبب بإبقاء 20 نادي بالدوري العراقي على مود يكسب أصوات انتخابية بصراحة أنا هنا ما عرفت الضيف شي يريد يعني أكو تناقضات ما بين السنة اللي مضت وما بين هذه السنة والآراء اختلفت عنده هنا أنا أنصح كل الضيوف اللي يقعدون بالبرامج الرياضية أول شيء لا تكثرون ظهوركم بالبرامج الرياضية وإذا كثرتوا ظهوركم بالبرامج الرياضية يا ريت تثبتوا لكم على رأيي لأنه بالرغم من أنه الشعب العراقي يمكن ينسى تصريحاتكم لكن تبقى تصريحاتكم مسجلة ومثبتة ومن السهل علي أني وعلى غيري أن يبحث باليوتيوب أو بالجوجل أو بالفيسبوك ويعرف شنو كانت آراءكم قبل سنة ويقارنها بآراءكم اليوم هساني كمتلقي عراقي أريد أؤمن بجبهتك الإصلاحية بس شفت تصريحاتك مختلفة لنفس الموضوع باختلاف الزمن فشلون تريدني أني أؤمن بالإصلاح اللي يمكن أنت تنتمي إليه بصراحة كمتلقي ما قدرت أقتنع بالأشياء اللي أنت طرحتها عزيزي المشاهد والمتابع إذا عجبتك هيش نوع من الحلقات أرسلها لصديقك وشيرها على الفيسبوك وبأي مكان على مود تنتشر شكرا لكم أشوفكم بتناقضات أخرى مع السلامة.